هو المنخفض الجوي منذ 50 عام يتشكل في شمال شرق بحر العرب في شهر يوليو، ويقترب ويؤثر من السلطنة وبعض مناطق شبه الجزيرة العربية. كما تلاحظون بآخر صور الأقمار الاصطناعية، فهذا المنخفض الجوي يتمركز شمال شرق بحر العرب كما تلاحظون، ومترافق بكميات كبيرة من السحب والغيوم التي تؤثر على بعض مناطق السلطنة بشكل عام كما نلاحظ، وكميات كبيرة وضخمة من السحب هو أمر غير معتاد لهذه المناطق كما تلاحظون. هذا المنخفض الجوي من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يتحرك خلال الساعات القادمة نحو الغرب، نحو مناطق قريبة من محافظات جنوب الشرقية وأيضا حتى جميع المناطق المطلة على بحر عمان. هذا المنخفض الجوي قد يصعد شكل اضطراب مدار، أي أنه يتراجع قليلا عندما يقترب من منطقة بحر عمان، ولكن بغض النظر عن تصنيفه المداري فمتوقع أن يجلب معه سحبا ركامية تؤثر على أجزاء واسعة من مناطق الجنوبية الشرقية، مناطق الشرقية المطلة على بحر عمان، وتجلب معها كميات وافرة من الأمطار قد تتجاوز في بعض الأوقات حاجز 80 ملم في بعض من هذه المناطق، تشمل أيضا مسقط وأيضا بعض مناطق الباطنة وظفار وأيضا الظاهرة. كما نلاحظ سبب تراجع هذه الحالة المدارية هو بسبب تدفق لرياح، هذه الرياح تسمى برياح الجافة، هناك رياح تهب من مناطق إيران باتجاه هذه المنظومة المدارية تؤدي إلى تراجعها كلما توغلت هذه المنظومة المدارية نحو سلطنة عمان. ولكن بالرغم من هذا التراجع نتحدث حاليا عن حالة جوية استثنائية لم تتكرر منذ 50 عام، وتشمل وجود فرص حقيقية لهطول أمطار شديدة الغزارة في بعض الأوقات في مناطق مختلفة من السلطنة، تشمل بالأخص تلك المناطق المطلة على بحر عمان وأيضا بعض المناطق الجنوبية الشرقية وبعض المناطق الداخلية. أيضا المد هنا في هذه الأحوال الجوية يكون قويا في بعض الأوقات ويؤثر على المناطق الساحلية. لماذا هذه المنظومة الجوية تفتقر لتطور؟ بكل بساطة بأن المنخفض السطحي المتواجد في منطقة شمالية شرقية لبحر العرب يواجه تيار استوائي شرقي في طبقات الجو العليا يدفع بالسحب من ناحية السفلى الماطرة باتجاه السلطنة، ويؤدي إلى تفكك هذا النظام ولا يتطور مع تطور الوقت بعكس ما يحدث أحيانا في أشهر 5 و6 وشهر 10 و11. نتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى تكون هذه الأمطار أمطار خير وبركة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات وإرشادات المراكز الرسمية المختلفة والابتعاد عن بطون الأودية. هذا كان لدينا من مركز طقس عرب، إلى اللقاء.